السلام عليكم، معكم ارجعتكم في حلقه يو ات سي يا عيال. حلقه غير ليه؟ لانه اضفنا بوت مره خرافي. البوت هذا راح يطلع لكم الكرافتنج موجوده في الشاشه، حتسويها بالكستم كرافتنج مو بالكرافتنج العاديه. طبعا ممكن تتسالون تقولون الايترك شلون تسويها، ايضا لها كرافتنج موجوده بالكرافتنج هذه. كل شيء راح يطلع لكم في الشاشه الان موجود هنا كرافتنج وهنا ايضا كرافتنج. البوت يا عيال ميزتها انه اذا ضغطت شفت ونطيت راح تعطيك جمب، بس لازم تحط باكت مويه. اذا ما حطيت باكت مويه عاد الله يرحمك راح تموت، راح تموت يعني راح تاخذ دمج. فمن الاستخدامات حقت البوت نقدر نرقى المنطقه هذه مثلا، وايضا اذا نزلنا نقدر نسوي الحركه هذه وما راح نتدمج. وايضا في استخدام ثاني راح اوريكم اياه في المقطع، ما ودي اني كل شيء اقول لكم اياه الحين. فاذا دخلنا الجيم راح اوريكم الاستراتيجيات اللي موجوده في المخ يا عيال، عندي استراتيجيات مره كويسه. فبرضه يا عيال قبل ما نبدا الحلقه لا تنسوا ضغطكم للزر اللايك، نبي الحلقه هذه يا عيال توصل الى 100,000 مشاهده. كنت بقول لكم لايك، ما نبي لايك، نبي لايكات خلوها توصل 10,000 فقاش العراف فيها. فعموما خلونا ندخل في الجيم وبسم الله نبدا. الله يستر، عندي استراتيجيه يا عيال. المفترض اللي اذكياء في اليو تي بيعرفون وش هي الاستراتيجيه. الاستراتيجيه يا عيال راح نستخدم البوت والاليترا مع بعض، يعني نقدر نسوي جمب ونقدر نطير ونختار المكان اللي نروح له. فهذه الاشياء ممكن اللي يفكر فيها قليل، فممكن تلقون يا عيال انه بعض الناس ما فكروا يجيبونها. ليتس جو، راح نجيب ابل وعلى السريع ننزل. مفترض يا عيال نلقى قريه هنا ولا؟ لان البوين جدا كبير واحس انه في قريه، بس لازم ندور او تمبل على الاقل. تصدقون والله ودي اني اتمشى شوي. في بقره هنا، نبي لذر يا عيال، جلد، نبي جلد، ادينا جلد. تعال تعال يا حلوه، ادينا. نحتاج تقريبا كم؟ نبي والله كمية كثيرة عشان الليترا، راح نسوي الليترا مرتين يا عيال. تعالي تعالي ادينا الليترا، ادينا جلد، ادينا جلد. ايش قاعد تقول يا عيال؟ اليوم تكلجات اكثر من اللازم، غريبة. انا بالعادة اكلج يعني قليل، ما اكلج كذا. طيب معنا اثنين، يا إلهي إلا الله، لا إله إلا الله. طيب معنا 8 أبل، كمية جدا كثيرة. فالمفترض الآن ندورنا يا عيال على وشو؟ ندورنا على قرية أو أي شيء، على الأقل يا شباب نتمشى هنا ممكن نحصل قرية أو تمبل. قايل لكم لاحظتها قبل شوي يا عيال وقلت ممكن إن بس ممكن، عشان كذا أنا أسكت. المفترض الحين يا عيال ما عندنا عندي بكاكس هنا. أوه ما حد جا أخذها يا عيال، ما حد جا أخذها. بسرعة بسرعة يا رب ما حد يجي يفجر البروش بليت. يا رب يا رب، أدينا أدينا بروشل. جابز حبيبي، سدل حبيبي، ثلاثة جابز. ول 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 اوه باور 3. هذا ما ادري شو تطويره، بس واضح انه في شيء. خمسة جابز، ول خمسة جابز من تمبل واحدة. يا ساتر، والله العظيم اني محظوظ في هذا الجيم. الجيم يعني امس وقبل امس يا اخي حظي صاير افضل من الفترة الماضية. ليه؟ والله شكيت بوضعي يا عيال، معليش. نقدر الحين نسوي لنا بيكاكس وش بعد؟ والله ما نحتاج بيكاكس وباكت مويه، نسيت الباكت مويه. طبعا زي ما قلنا انه الوول راح يجينا بعد شوي، المود راح يعطينا الحين، راح يوزعها بشكل كامل، وراح يعطينا ايضا سموث ستون عشان نسوي الكستم كرافتنج. يا عيال نحتاج اللي هو كستم، مو كستم، اقصد سموث كبستون. طيب الحين لقينا اشياء حلوه يا عيال، المفترض نعرق في الكيف، نعرق في الكيف يا اصحاب. على السريع يا شباب على السريع، زي ما قلنا جانا اللي هو وول وجانا سموث ستون، الان مفترض نركز على الدايمند. نبي كميه دايمند كثيره، نحتاج يا اخوان تقريبا حبتين، لانه تعرفون انتم الليتر تحتاج حبه واحده. ليش قلنا حبتين؟ عشان حبه للبوت اللي راح نسويه، وحبه ثانيه راح نلبس الليترا. لقينا كهف، لا 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 لا، ايش السالفه؟ ايش قاعد يصير؟ تعال يا جولد، تعال يا جولد، نبي دايموند يا شباب، نبي دايموند، ارجوكم ارجوكم اعطونا اوه والله كهف اسطوري، والله كهف جدا جدا اسطوري. ما شفت، ايوه بدا الحظ يتحسن حبيبي حبيبي، بدا يتحسن يا شيخ. المفترض دايموند الحين، شوف شوف، واحد اثنين شباب دايموند. لا 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 لا، ما بيرتفع فوق، تكفون دايموند، ابي دايموند. معي جولد لينكت بس، ومعي خمسه جابز، يعني ما احتاج الجولد، مره ما احتاج جولد. شكرا 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 لكم، والله العظيم اني احبكم، والله العظيم اني احبكم. كم حبه؟ 12 حبه يا عيال، لانه في دبل، فالدبل اعطاني كميه كبيره. فادينا وش كرافتنج، وادينا بيكاكس. الان نكسر بسرعه على اساس انه نجيب كميه ثانيه
ونبدا نطور. خلونا نوريكم اصلا اقدر اسوي الحين البوت، خلونا نوريكم شلون نسوي البوت. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عادل اللي راح يشرح لكم كيف نسوي البوت. اول شيء نحط كذا ولا لا 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 قبل كل شيء نسوي كرافتنج العاديه، بعدين نحطها هنا، بعدين سموت ستون تحت، وبعدين كبل ستون فوق، راح يطلع لنا كرافتنج تيبل الجديده. وبعدين وشو محتاج؟ اليترا زي ما قلنا حبتين، ومعنا ليذر كثير فلها كرافتنج انه نسوي بالشكل هذا. الحين طلعتنا اليترا، ادينا اليترا. ونحتاج وشو يا شباب؟ نحتاج يا اخوتي في الله، نحتاج ان نسوي الحين البوت. وش نحتاج؟ دايموند، صح؟ لا مو دايموند، ريش نسيتها، يعني لازم نطلع فوق. اي والله لازم نطلع فوق عشان نجيب الريش. تكفى قل لي انه فيها ريش. تكفى 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 تكفى. نوتشابل نوتشابل باليو ات سي، يا ساتر يا ساتر. شوف القصة سكر يطلع لي، شفت؟ عشان ما جبت القنبوده. خبيث والله خبيث. خلنا البس الليترا، ليه؟ لانه الليترا تسرع، شوفوا كيف يصير سريع. شباب ليش ما فيه شوف اوكي طلعت لي الحمد لله. الان نجي هنا نحط هذا هنا، وبعدين نحط الليترا هنا، هنا وول، وهنا حبة حبيبي. تعال يا عند قلب. شوفوا شوفوا يا شباب، شوفوا الاستراتيجية. ني 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 ني، والله استراتيجية حلوة يا عيال، بس يبيلها القليل من يعني اني اطبقها. ان شاء الله اني ابدا اطبقها يا عيال. طيب الحين يا عيال والله ابي يا عيال تمبل. وين التمبل؟ وين انا رحت؟ يا لو ارجع يا عيال بوقف التصوير وبشوف التمبل وينه. 300 من هنا يعني، من هنا. الله العظيم اني لقيت واحد قدامي بركه، اما لقيته اتشكر الله. ايه والله حركه حلوه. قريه، ما نبي قريه. شوفوا كيف والله صرت انقز بسرعه. يا ساتر قاعد اشيل الارض، يا ساتر. اصر اصر اصر. دبل، بعدين كذا، بعدين استراتيجيه. هذه الاستراتيجيه كنت اقول لكم اياها يا عيال بدايه الجيم. والله البوت يا عيال رهيب. شوف كيف ميو. والله العظيم انه جامد. والله خلع. لا 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 ما نبي حوانت. عادل يا شو اسمه، الصواريخ مو موجوده، ما اقدر اجيبها، ما اقدر. لو اني مفكر بدايه الجيم كان جبتها، بس مخي التعبان. اوه اقدر اطير. يا ساتر شوفوا كيف، شوف بيو. او ماي جاد، والله استراتيجيه بطله. يري 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 يري. والله العظيم انه بطل يا عيال. تخيل هذه موجوده باليو ات سي. يا رب انه ما حد اخذها قبلي. هذه جديده صح؟ دقيقه شكلها. ايوه اوكي اصبر خلنا نفك بس البوت هذه. البوت تجيب فيني العيد شوي. يا رب ما افكر فيها. يا رب تكفون يا عيال. يا رب يا رب يا رب. هنا خذاها خذاها والله خذاها خذاها والله خذاها. في واحد هنا. اي والله هذا هو. تعال تعال جابك انت. تعال تعال يا طيب تعال، تخليني الحق. اقدر الحق ترى بسرعه بالاليترا. انت اللي اخذتها، تكفى قل لي انك انت اللي اخذتها، ارجوك تكفى قل لي انها معك. يا حمار ما تجي ذي تسحب. والله هذا ايش كيف يفكر ذا؟ ايوه جا جدي ما تبسرع معك. تكفى قل لي انها معك. تكفى قنبودر، مو قاعد اشوف قنبودر، بس قاعد اشوف بيبو بو. تجيب البو يمكن نستفيد منه بعدين. والله مو معي يا عيال. مطور البوت حقه. تكفى قل لنا شيء، قل لنا في شيء. والله ما فكرت اني اطور البوت حقي. فذر فولينج 2، او ماي جاد كمان دود. ايش هذا؟ احرق الاغراض حقته. ما في شيء، ما نقدر نستفيد منها شيء. مين اللي اخذ القنبودر بتاعتي؟ هذا لازم اني اطقه. في واحد هنا، هذه ناظر. ايش قاعد تناظر يا خوي؟ اصبر نزل تحت. السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف حالك اخوي؟ ابلع لافا، اوكي؟ ابلع لافا، بعدين تعال ابلع ابلع ابلع. تعال يا طويل العمر ابلع. حركت اغراضه. الجيم هذا فيه مشكلة انا نفسية، اعاني من مشكلة نفسية بالمخ، مخي هذا مو بعقل. شيء ثاني، بس ما يبقى لي شيء ثاني يعني. اي والله هذا هو، هذا اللي زرب اغراضي. يا حيوان السنسل يا حيوان، والله حقتي، والله انها حقتي دي، بس انا ما فكرت واخذتها والله، والله الله ياخذ كينه. يا الله، ايوه تعال. شفتي؟ والله العظيم بس عندي نوت شابل، يعني مفترض اني اشكر ربي انه اعطاني نوت شابل واعطاني جولدن ابل 5 حبات، خلاص كذا انا مفترض اني احمد ربي. يا حيوان.
تعال تعال يا عيون يا عيون لا ايوه ابلع تعال اصبر والله لا قلدك يا عيون والله لا قلدك فييت بعدين تعال وين وين راح والله انه بعيد راح يا عيال هذا هو شفتي شفتي يا عيون شوف يا عيال اقدر المس الارض كذا بعدين بيو اطير بعدين مره ثانيه شوف شوف نفس الحركه والله استراتيجيه بطل يا عيال الله ابوي في واحد هنا اصر افسخ البوي لا افسخ تروالي اصبر والله العظيم القمط افسخ تروالي انا يا طول العمر انا يا طول العمر سلامه تعال تعال ايوه ابلع ايوه صرت شيلده ابلع لافا تعال تعال يا حبيبي لا 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 ايش قاعد يصير ايش قاعد يصير لافتي لافتي تعالي تعالي لافتي تعال يا طول العمر تعال ايوه ابلع لافا ما عنده مويه ما عنده مويه بيروح المويه بيروح المويه لا لا يروح لا اذبح قبل ما يمور وقرك تعال جي 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 شمعك شمعك شمع عندك اصبر قفل المويه اول شيء قفلها لا يجينا واحد ايش عندك شمع عندك والله اتوقع اغراضه ما اتوقع سيئه شارب تو سيء 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 كلها سيء كلها سيء احرقها احرقها سواها 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 بس عنده فيذر فولينج مطور وشو ايش عندك والله الناس فكروا جابوا فيذر فولينج والله انا ما فكرت اوه يدمجني قلب واحد بس يا عيال ترى يعطيني مساحه شوف كيف يعطيني مساحه اني اقدر اكل وانا اطير هذه والله استراتيجيه يا عيال انك تاكل وانت قاعد تطير فوق او تسوي جمب ليش ما نطور الليترا والله ما فكرت فيها ما تطور الليترا ما ادري ليش ما تطور يا عيال لو ركبت الحصان اوكي هي حركه غبيه يا عيال بس خلونا نجربها كل الدنيا هي تجارب لو ركبت الحصان اسوي جمب ما يصير اصلا راح ينزل لي الله على التفكير لا تفكر لا تفكر تكفى في برق هنا برقين برقين قولي خلنا نروح لهم في قرية البوردر هنا وينهم الشباب وي لا لا ايش السالفة هذه كنت اسويها عيال فارت ماين تشوفون الحركة ذي والله حركة مو بطلة البطلة يا ساتر يا ساتر تعال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك ابلع لافا ابلع لافا بعدين اضرب الشيل كسرت شيلدك كسرت شيلدك يا طويل العمر والسلامة تعال جميل جي 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 وش معك يا رب معك صواريخ ولا شيء تكفى يا اخي بس سيفك لازم نشوف سيف يا عيال شارب 1 كل نفس دروعي تقريبا نص خلاص بس انا شارب 2 اوه يا حيوان ضربني منارة يا الله يا الله ما اقدر يا حشرة انزل مردك تخلص صريخك هذه مردك بس تعال انزل انزل في واحد هنا قاعد يحاول يطير تعال تعال ضرب واحدة ضرب واحدة ايش عندك ما عنده شيء يا عيال ما عنده شيء في حد جاء في حد جاء اي والله انا شفت كل البارتكس حقتك تعال 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 يا الله كم كم قل قل والله نص قلوبه راحت في واحد هنا تعال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ول والله ركضي اصغر شو اصبر اوه اصبر اطير طير يا عادل اصبر قاعد يطلع قيصر يا ولد قلبت سمك انا اصر السلام عليكم السلام عليكم اصبر يعني وشو ما تبي نكسر شيلدك؟ كسرت شيلدك كسرت شيلدي تعال اوه قلوبه قلوبه ناقصه جي جي اصبر الحين بيجينا ذا وين اسمك اسمك الطائره القرش الطائر يا عيال هذا مفتي نبدا الحين نعرق تعال تعال اوريك السمكه تعال تعال عراك القويين هذا هذا احنا نياك قول لي بلع لافا اصبر بلعته 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 بلعت بيموت والله بيموت 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 يا آه الله كلا قابس اصبر طير شوف كيف الاستراتيجيه يا عيال لا ايش رايكم فيها والله قيموا لي اياها قيموا لي اياها لازم تقيمون اياها نسيت انه ايش تبي انت ايش تبي ايش تبي ايش تبي تعال كم قلوبك انت مشكله ما اقدر اشوف اسمه ايوه ضربه ضربتين جي جي يا صاحبي جي جي نحرق اغراضك عشان ما حد يجيها طيب ذاك المعضل شو وضعه هذا هذا المعضل تعال تعال يا معضلنا تعال مع النوتشابل الى الان النوتشابل موجوده اصبر اصبر ترى اقدر اجيك كذا اوكي مويه نسيت وش ذا دروعه
اي مدير تكفى لا تقول اوه الضربة والله في المخ ضربة سمعتها في اذني والله سمعتها في اذني ايوه ابلع 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 ايوه ايوه رجع وراه ايوه كم كم نص قلب نص قلب جي 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 اغراضه في ال يا الله لا لا اوه اوه ماي جاد اوه ماي جاد طيب ابي اخذ اغراض ذاك اصبر ابي اخذ اغراضه اصبر ايه ايه طير 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 اوه ركيت فوق فوقي هو فوقي اوه ماي جاد اوه ماي جاد عندي قاب زين اقول بس ابلع الهواء اقدر اكسر دراعك اوكي كسرت 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 نير نرارا ويا بابا ابلع 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 ايوه ايوه اوه دمعته اوكي 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 اصبر 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 خذ اغراض احرق امها كامله ما ابي اي شيء منه ان شاء الله اني ما اندم ان شاء الله والله خاف انه في احد ياخذ اغراضه لا 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 جي جي ايوه هلا تعال اصبر اوكي اضربني 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 تعال اضربني ناكل عليك انه شبل خلني اكل عليك انه شبل لا قصين جناحك اضرب يلا اضرب ها عصبت الحين اوه اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه بغى يضيع علينا الجيم والله بغى يضيع علينا والله ما استهبل مره ثانيه تعال والله بغى يضيع علينا عرقت انا شوفوا كيف العرق والله عرقت انا تعال مات الغبي تعال وي تريت هم لابس شلون اوكي كاني سبحت صح قبل شوي وي والله دمشت دمج عالي ترى وي وي با جي جي يا حبيبي والله جي جي